السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الله حسن أحمد كقائد مبنى السعودية. سمعت عن المستشفى وعن أهل المصحة، وفعلا لما جيت كنت أعاني من آلام ظهر وآلام برجلين، والحمد لله جلست أسبوعين وتحسن كثير والحمد لله. كل الأطقم الطبية والإدارية في هذا المستشفى هذا أحسن ما يرام. أنصح كل من يعاني من أمراض أو يعاني من آلام أو جلطات أن يأتي إلى هذا المصحة، فعلا يستاهل المجيء وعندهم كوادر فنية رائعة. هذا ما عندي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.